وعقب انتهاء الحرب توالت اعترافات قادة إسرائيل حينئذ بهزيمتهم النكراء أمام شجاعة قواتنا المسلحة. من بين تلك الشهادات اعترافات رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك جولدا مائير ووزير الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب مشيديان، والتي لم تستطع إخفاء بسالة الجيش المصري ونهاية أسطورة الجيش الذي لا يقهر. 50 عاماً مرت على نصر أكتوبر عام 1973 الذي يعد واحداً من أبرز حروب العصر الحديث، والذي تلقى خلالها الجيش الإسرائيلي هزيمة فادحة أقر بها قادة إسرائيل. القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أطلقوا عقب الهزيمة التصريحات التي عكست حجم المعاناة التي عاشها الإسرائيليون بعد انتصار أكتوبر العظيم. موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر يعتبر واحداً من أبرز القادة العسكريين في تاريخ إسرائيل، حيث اعترف في ديسمبر عام 1973 أي بعد الحرب بشهرين بأنها كانت بمثابة زلزال هز إسرائيل، وكتب في مذكراته أن إسرائيل لم تكن تملك القوة الكافية لإعادة المصريين للخلف مرة أخرى، مؤكداً أن حالة التفوق العسكري الإسرائيلي قد انتهت إلى الأبد. أما جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية إبان حرب أكتوبر الملقبة بالمرأة الحديدية في إسرائيل، قالت في مذكرتها إن حرب أكتوبر لم تكن مجرد حدث عسكري كبير أو رهيب، وإنما كانت مأساة عاشت وستعيش معها حتى الموت. جولدا مائير صرحت بأنها فكرت في الانتحار في الأيام الأولى للحرب بعد أن قالت قبل حرب أكتوبر بأن مصر لا يوجد بها القائد الذي يستطيع اتخاذ قرار حرب. الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لأريال شارون الذي كان قائد فرقة ضباط احتياط أثناء حرب أكتوبر عام 1973، حيث قال أن القوات الإسرائيلية دفعت الثمن الفظيع، حيث تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة وخسر في فرقته فقط قرابة 300 قتيل. أبا إبان وكان يشغل منصب وزير خارجية إسرائيل خلال فترة الحرب قال في نوفمبر عام 1973 أنه قد طرأت متغيرات كثيرة منذ 6 أكتوبر، مشيراً إلى أن ما حدث في حرب أكتوبر في الساعات الأولى لهجوم الجيش المصري كان شعوراً مخيفاً. وتعد اعترافات وشهادات قادة إسرائيل أنفسهم سواء السياسيين أو العسكريين خلال حرب أكتوبر عام 1973 تعد دليلاً على نجاح المقاتل المصري عسكرياً والمفاوض المصري دبلوماسياً، وهو ما يؤكد أن حرب أكتوبر كانت وستظل نجاحاً كبيراً لمصر سياسياً وعسكرياً. الأداء يوم 6 أكتوبر كان أداءً رائعاً. كان لدينا في الدقائق الأولى على الضفة الشرقية للقناة 19,800 مقاتل. في نفس الوقت بدأت مفارز المكلفة باقتحام النقط الحصينة تهاجم النقط الحصينة من خط تغليف. وسقط هذا الخط في خلال 18 ساعة من بدء العملية الهجومية. أكتوبر 73، 50 عاماً من العزة.